عسلامة ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لافي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. اليوم باش نحكي على استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة أمريكا اللي في تونس. تم يوم الجمعة بمقر وزارة الشؤون الخارجية استدعاء القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، وذلك على إثر البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس، وأيضا التصريحات التي أدلى بها السفير المعين بتونس أمام الكونغرس الأمريكي خلال تقديمه لبرنامج عمله وفق بيان صادر عن الخارجية. كيف ما قلت لكم، اللي قام به وزير الخارجية الأمريكي راهو ما يجيش جملة واحدة، والتصريحات نتاعو يقول احنا ولي من الولايات نتاعهم، او قول نخدموا عندهم، او قول عبيد عندهم. يا رعاة البقر، احنا بلاد مستقلة تشبعنا كي اعمال مشتركة، وانتم المستفيدين منها. مش خص كان نقطعوا العلاقة معاكم وندوروه لبلايص اخرى كيما الصين كيما روسيا كيما هذوما الطاغين حاليا، وهذوما هما البلدان العظمى اللي بالرسمي كيف تنطق عليه او تسميها وتقول بلاد عظيمه. راهي بلاد عظيمه، مش هكاك انتم جيتوا لميتوا قديش من ولايه، وانتم الهم والفقر والمزيري كي تشوفوا الولايات والاجرام اللي عندكم، وقاعدين تحكموا في العالم. ما تنسيوش لايك اشتراك تفعيل الجرس، وان شاء الله يوقفوهم عند حدهم. باي باي.